أحضروا قلوبكم يا معشر ذوي الألباب حتى
حتى أجل لكم عرائس معان أجل الأحباب المحسوس بأشرف الألقاب الرائك إلى قدرة المالك الوهاب حتى نظر إلى جماله بلا ستر ولا حجاب لما عانى ونظهر شمس الرسالة في سماء الجلالة خرج بهم رسول الجليل لنقيب المملكة الجبريل يا جبريل نادي في سائر المخلوقات من أهل الأرض والسماوات بالتهاني والبشارات فإن النور المسود والسر المكنون الذي أوجدته قبل وجود الأشياء وإنتهى الأرض والسماء أنقله في هذه الليلة إلى بطن أمه مسرورا أملأوا به الكون نورا وأكفله يتيما وأطهره وأهل بيته تطهيرا اللهم صل وسلم وبارك عليه فاهتز العرش وربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل أمه ترى أنواعا من فقره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما استبط في الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم Salam.